روح نقلب ليه؟ صار نقلب الشكل بتقلبوه من قلب وشي. الله يا رب العالمين. لا ما في مشان الله ضربي ست ما عرفت اللي قلبت قلبوه. بس اللي بس اللي انا شو عم لك قومي انت قومي ماشي بالخير على وشك اللي من هون. اللي من هون. اللي انت طالب ليه؟ طالب. بسرعة هاتي الشلة روح شوف شو صاير هاتي يلا نايم روحتي طالع وليه نايم هون ان شاء الله وين بدي روح يا عمي ان شاء الله هون يلا روحي اياكي شو مكون وليه نايم مثل البوم خير اختي خير شو بك؟ مشان الله ساعدني عيني ساعدني امي 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 يا بطني امي امي اختي ما قدراني اوقف يا اخي مشان الله طيب ساعديني اختي ساعديني يا الله يا الله انا معك شوي شوي انا معك انا معك ما قدراني مشان الله يلا 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 لا تخافي انا معك انا معك انا معك يلا يلا هذا الشي كان لازم يصير من زمان يا مو المخلوقة بتزعل حامل وبشهرها اخرسي وسدي حلقك اللي بده يحط راسه من راسي هاي اخرته ايوه يقطع عمره نزعت لي زاجي كله بدي اشرب قهوتي برواق نقلع من وشي فكرتك ما رح تجي طالما حطت لي هاي المخلوبة براسك لانه وطيت سمعتنا بالحارة قلعتا يا مو وحياتك قلعتا قلعتا؟ قلعتا ولا لو جاي بدك مصاري لا يا مو قلعتا وجاي استسمح منك وبوس ايديكي خليني اياك يا رب الله يرضى عليك طالما هيك بيت ابوك الكبير كله مفتوح لك هات عنك بنتي الله يرضى عليكي حطي لنا سفره لنفطر اخوك حاضر يا عمو خليني اياك يا عمي والله هذا السؤال انت بدك تجاوب عليه ايه وبعدين كفي لي هات لشوف سيدي انا كنت اخذ الغنه لمعلمي حمدي رايح الطريق هيك ماشي 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 ضليتني ماشي عم بمشي انا واس بسمع عم صرخ اولي ساعدوني رحت ساعدتها اخذت على خستخانه ما بعرف شو صار معي يا حرام والله بتقسي شو صار مع سيدي حلو على كل حال انا ما رح صدق ولا حرف من اللي قلته لبين ما تصحى المريضه ولهداك الوقت رح تضل عنا اسمع يا ابني شو بدي اقول لك مري يا ابو مري طالما صلحت غلطك ورجعت لبيت اهلك الكبير الواسع كله هذا لك الاراضي الملكانات كله لك عن جد يا ابو عن جد يا ابني انت شد حيلك واشتغل ولا يهمك وان شاء الله باذن الله بس تمرق السنه تبع ابوك الله يرحمه الله يرحمه يا رب بدي اخطب لك احلى عروس وجوزك احلى جازه لا يا ابو لا لا بدي اخطب ولا بدي اتجوز لا هلا ولا بعدين ولا بعد سنويت ابي شو هالحكي هاي؟ معناتها حطت لي هاي المغضوبة براسك وما راحت القصة منها لا يا مولا مين جاب سيرتها هلا مين جاب سيرتها؟ بس امي انا ما بدي اتجوز ما بدي اتجوز لا هلا ولا بعدين ولا بدي افكر بحدا سلام بس سامح لهلا ما اجا والله غريبة لك حتى امبارح ما جاب الغلة أكيد صاير معه شي معلم شو بدكم ما صاير معه هذا؟ إن شاء الله خير يا رب هالمرة طالعتك لأنه خبروني من الخستخانة إنه المريضة صحيت ألف الحمد لله ألف ألف الحمد لله وهلأ رايحين على الخستخانة إذا ما كان إلك إيد بالموضوع رح نخلي سبيلك خدوا يا شكري نزلوا على النظارة ورجع لعندي حتى أروح على الخستخانة حاضر سيدي امشي معي امشي والله ما لي علاقه يلا امشي معي شايفك هون لسه ما رحتي لعند بنتك رحت دقيت الباب وما حدا فتح لي يمكن ما في حدا بالبيت او البنت لساتها نايمه يوه يا رجال
البنت بشهرة ما فيها تطلع من البيت، بعدين مو معقول تضل هلأ نايمة. شو يعني ما فهمت؟ ما بعرف، ليكون صاير معها شي. صلي على النبي يا بنت الحلال. هلأ أنا بروح بطمن عليها وشوف شو السيرة. ايه الله يخليك، ورجع طمني ان شاء الله. اتكلي على الله. لا إله إلا الله. انت جيت على المكان الغلط، انا لا بعرف وين بنتك ولا بعرف عنها شيء اساسا. كيف ما تعرف عنها شيء؟ ما انت جوزها مثل ما انت ابوها، وما بتعرف انه انا وياها تركنا. اصلا بنتك ما بتنفع تكون مرة لزلمه مثلي، مشان هيك طلقتها. روح دور عليها عند واحد غيري ابصر. خلاص ولاد، خلاص انت طلع برا. تعسد طلع لبرا. والله واللي اسمه الله لندمك على هالكلام. ايه روح من هون. يلا يلا. قصي قولي على عبدي بنتي بالقصة خانل. ها وينك يا ابو قصي؟ قولي على عبدي بنتي بالقصة خانل. قولي يا لطيف. اخ اخ من اخوك حمدي، اخ كل المصايب والبلاوي بتجي من ورا. لا وبالذات هلا. طمني بالك يا مو، اكيد بدهم يسالوا عن شيء. شو هالشيء؟ الله يستر الله يستر. امين. معلم في عنصر من الكراكور بده اياك. شو بده هذا؟ فوتوا لشو؟ غير ان شاء الله. حضرتك سيد حمدي؟ اي نعم أنا حمدي. خير؟ شرف معنا. لو بدي شرف معك؟ عالكراكون. أيوة. طيب أسعد دير بالك بغيابي. شرف. الله معك معلم. فوتي يا مو فوتي. الحمد لله على سلامتك. فوتي يا مو تقبريني إن شاء الله. أبو تحسين يا أبو تحسين. أبو تحسين هاي اجت وهيبه، قامت بالسلامه وجابت لنا بلد بياخذ العقل. شو ما في؟ الحمد لله على السلامه يا ابي. الحمد لله على السلامه. امشي يا مو امشي لاخذك لاوضتك ترتاحي. يا مو حاسه ابي مانو على بعضه. ما تاكلي هم، اكيد بيكون صاير معه شي بالشغل مضايقه. بس انا حاسسته مو مبسوط لا بابني ولا فيني. امي انت لا تدخلي، ديري بالك على حالك وابنك، هذا أحسن الشيء. يلا أمي يلا فوتي على أوضتك. يلا. حرام عليك، الحمد لله يلي قامت بالسلامة. يا ريت كانت قايمة قيامتها لأخلص منها وارتاح. أكيد في شيء لحتى انقلبت على هالبنت هالقلبة كلها. في قصة ولازم أعرفها. سألتيها للخانة بنتك ليش جوزها مو معها ووينه؟ والله ما سألتها، كنت مشغولة فيها. لأنه جوزها طلقها يا ست أم تحسين. شو؟ الحكي ما له صحيح منوب، وأنا ما لي علاقة بهالتهم اللي عم توجوها علي حضرة وزباشي. هذا الشيء نحن اللي منقرره، إن كان إلك علاقة ولا ما لك علاقة. شكري. نعم. شحطهم. لو بديش حطيه. حضر سيدي. هلا بتحطيه. لو بديش حطيه. امشي معي. لوين؟ أعوذ بالله يا أبو تحسين، بنتنا ما بتعمل هيك منوب. والرجال ما بيعطي على مرته إلا إذا شايف عليها شيء وبعينه كمان. أبو تحسين. وممكن تقليلي يا خانم ليش جوزها طلقها؟ ما بعرف. بس اللي بعرفه انه بنتي مرباية احسن ترباية. خير؟ شوفي بدنا نحكي مع المستورة بنتك. بنتي؟ خير ان شاء الله. هلا بتعرف شو القصة. نعم يا أبي.
يا بنتي الدركي بده يسألك كم سؤال. مثل ما بدك يا بي. احنا اجينا وجبنا جوزك حمد. انا مالي جوزة وانا مطلع وما بعرف شي عنا منو. سكوت. والولد يلي ولدته ما في شي بيني وبينك، لا ولد ولا تلات. ايوه الله لا يسامحك يا حمدي، الله لا يسامحك. ايه روح شوف بنتك من وين جايب الولد. خلاص ولا لا؟ ما لازم خلاص، بدك تخلص. لا 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 خلاص. العمى بقلكم شو بكون؟ كلمة تاني انتو اياه فوتكم على السجن. ها يا سيدي انا بدي اشتكي على هذا الزلمة، ضل يضربني يضربني لخلاني اولد قبل اواني. كذابة وليه؟ انا كذابة؟ اذا انا كذابة روحوا اسألوا الشاب اللي ساعدني واخدني على الخستخانة وشوفوا شلون كانت حالتي يا سيدي. انا مالي علاقة بحالتك ولا دخلني فيك اساسا. الله يصطفل فيك يا حمدي، الله يصطفل فيك يا رب. على كل حال نحن رح نسأل الشاب شو صار معه. سيدي سيدي هي كذابة وابوها كذاب مثل كذاب. بس ولا بس انت وياه. شكري خدو. حاضر امشي معي امشي معي. انا ما غلطت في شيء، ما عملت شيء يا ابي والله مظلومه مظلومه. وطيتي راسي بين الخلايا لك، قتلتي حالك لحتى سكتنا عن زواجك بالسر، بتقومي بتوطي راسي بين الخلايا؟ بس يا ابي انا ما غلطت في شيء، ما غلطت والله ما غلطت. انا راح اعرف الحقيقه ويا وينه لويلك اذا بيطلع كلامه لهالكلب الواطي مزبوط. لا هو واحد كذاب. انا لهم خليتي هيك بيكون التهمة تثبتت عليك وكلام المستورة طلع كله صحيح. ومو بس هيك، طلعت حرمتك وابنك يا حمدي. حرمتك؟ خدوه. امشي معي امشي امشي قدامي. انت سامح روح يلا. روح روح. ايه شو يا سلام عليكم. العامة شو هالحارة هاي؟ لا انا الفار بلش يلعب بعبي، وين اخوك لهلا؟ ايه روقي يا مو روقي، هلا بيجي بيطمنا عليه. شحوا اجا لك شحوا اجا. ما اخوكي معه مفاتيح ومنشوفي مين. هدي على راسك ويلا تحركي. حوبي يا مو يا مو. لك شبك مين على الباب؟ سامح شغيل اخي حمدي. شو بده؟ عم يقول انه اخي بالكركون. لك ليش؟ ما بعرف. يخرب بيتك هذا حمدي، كل المصاري بتجي من وراه يحرق. هدي حالك لك بنتي هدي حالك. والله رح موت يا مو، رح موت من اللي صار. بعيد الشر عنك يا مو، بس بدي افهم حمدي ليش هيك عمل رغم انه هو ترك اهله كرمالك. ما قدر يتحمل قلة المصاري يا مو، ما قدر. واهله بعد ما تجوزني حرموه من كل شيء، ولما مات ابوه ومحاربه حملني كل الذنب لإلي وكرهني كره العمى يا مو. هلا يكرهك هو حر، بس مو لدرجة ينكر ابنه من لحمه ودمه. المصاري بتعمل قلب يامو، بتعمل قلب. وحمدي جمع اثنين، عمل قلب وقلة الأصل. أبو تحسين أنت قسيت على وهيبة كتير. بتستاهل وبتستاهل أكتر من هيك كمان هالواطية. بنتنا مالا واطية، بنتنا شريفة ومظلومة من حمدي ومننا نحنا كمان. لك يا بنت الحلال نحنا شو قلنا علاقة؟ شلون شو قلنا علاقة؟ نحن وافقنا على جوازته بالسر بدون رضا أهله. ليك كنا مفتكرين إنهم يتصالحوا ويعلنوا زواجهم. وما صار يلي بدنا إياه. بعدين لسد حمدي بكل شي بيحكيه لأنه المخبى أعظم. إن شاء الله إن شاء الله يكون كلامك مزبوط، تطلع بنتنا شريفة ومظلومة. أكيد يا رجال أكيد بنتنا شريفة ومظلومة. لك تفوح عليهم. ترى شوفي يا مو، أخي ما رح يطلع من الحبس إذا ما تنازلت الخانم عن الشكوى تبعها. بالسرماية بدها تتنازل غصبا عنا. وشلون هي يا ترى؟ شلون؟ خليها على أمك. أنا بعرف هدول الناس شلون بتسكت تمهم بالمصاري، المصاري بتسد لهم تمهم سد.
يا مو هي همها انه اخي يعترف لها بالولد فشرت بعينها يعترف لها بالولد قال وشو رح تعملي يا مو؟ رح اعطيها مقدمه ومؤخره وقول له يقلعها نخلص منها بقى. بس يا يامو لا تنسي هذا الولد ابننا ومن لحمنا ودمنا. دخيلك ما بناسبنا لا هالولد ولا هي، تنقلع هي وياه. يا يامو خلصنا خلصي ولي. هلا بتروح تصطي حقك عن ابني. طلعي انت وبنتك لبرا وخدي مصرياتك. يو صاير لك كرامة يا بعدين. نحن طول عمرنا عنا كرامة يا خانم، والعيب اللي ما بيخاف من ربه ولا بيعرف شو هو الأصول. أنا ما بدي منك مصاري، بدي ابنك يلا الزواج علي ويعترف بابنه كمان، فهمتي؟ نحن رح نحكي مع حمدي وإن شاء الله بصير خير. الله معكم. إيه الله معكم. عجبك؟ الخانم جاية. سمعت كل شيء. لك انتو كمان عواض ما تلملموا هالقصة بتزيدوا الفضيحة اكتر واكتر. بس بنتك معها حق يا رجال. اسمعي بتفهميها لبنتك معها يومين وبس، لا ما بيحلوها لهالقصة من عندهم، لا ما بدها تروح تسحب الشكوى. لك وطت لي راسي بهالخلايا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما كان معك حق ابدا تسكتيني قدام الناس، فهمتي؟ شوفي يا مو بالخناق ما رح نستفاد شي، كل شي بالرواق بصير، خلينا على التفاهم. تفاهم؟ لك هاي وحدة مبادلة خرج نتفاهم معها هاي؟ ومضطرين نتحملها بس لبين ما يطلع اخي من الحبس، وبدنا نتعود عليها كمان حتى لو طلع اخي من الحبس، لانه ابنها ابن اخي وحفيدك. يا مو خلينا نروح نتفاهم معها. خرسي ولي خرسي ونلعي منوشي، خليني مخمخة اول نلعي بقى. ونحن رح نعترف بكل شروطك. وابنك بده يعترف بابنه قدام كل الناس. رح يعترف. شو الضمان؟ الضمان كلمتنا يا محترمة. كلمتكم. وابنك بده يتكفل بكل مصاريف ابنه. تكرم عينك وعين ابنك، شو ما بدك حاضرين، المهم حلولنا هالمشكلة بيناتنا وبلا فضايح. أنا رح أسقط حقي ورح أعتبر كلمتكم هي الضمان هاي المرة. أكيد حبيبتي أكيد. عم تتشرط علينا بنت الكل. قال شو؟ أنا ما حسبي حالي بنت الباشا. لك بدها تتشرط وتتشرط. بس هيك ما رح يطلع حمدي من الحبس يا مو. ولك أنا أصلاً مين كاسر لي ضهري وإيدي ورجلي غير حمدي أخوكي؟ بس وحياتك لا ضل وراها ضل وراها لا خلي ألعب. يا مو يا ولك اخرسي وشي من وشي ولك انقلعي خلصيني بقى. يا مو يا مو هلكتيني. نفرجك يا بنت الكلب. حرمتك تنازلت على الشكوى بعد اتفاق بينها وبين اهلك، فيك تروح. الحمد لله اللي الله نصرك، وهي حمدي رح يعترف بابنه. الحمد لله، مع اني انا كنت حابه انه يعترف فيه بدون ما اضغط عليه. ما بهم، المهم انت تديري بالك على حالك وعلى ابنك. ان شاء الله يا مو ان شاء الله. ان شاء الله. ما رح تنحل القصه الا لما تتخلى عن الولد وبدون رجعه. انت جبرتيني ما اعترف فيه يا مو، انت جبرتيني ولا نسيتي؟ نسيتي وتهددتيني انه اذا ما بتركها وتخلى عن الولد رح تتبري مني وتحرميني من ورثه ابي. لا ما نسيت، خلص انت اطلع من القصة، أنا بحلها. شلون يا مو؟ شلون بدك تحليها؟ راح أعمل لك كل شي بدي إياه، منيح هيك؟ يا مو؟ يا مو وينك؟ ليكني يا مو؟ ها
هدول الغراض بعتهم حمدي، وهي العشبة بعتلك إياها مشان الولد، قال بتفيده وبتقويه. لك رح أسقيها دغري. إيه أكيد يا مو أكيد. يلا, يلا حبيبتي. بكره رح انزل على السوق وجيب لكم غلط، بدي اشوفه واحمله يا مو. شوفه وتحمله؟ ايه يا مو ايه، وبدي اسميه على اسم ابي كمان، وما رح خليه ينقصه شيء، حخليه احسن عيشه يعيشها. اسمع حمدي، تشوفه وتحمله وتسميه ماشي الحال، بس بدون امه، فهمت؟ أنا باخده. هاتي هاتي. بسم الله بسم الله. طمنا الله يوفقك يا ام. ان شاء الله عدي يا على قامتي ان شاء الله. يا ابي يا ابي شو صار معك؟ شو صار؟ طمنا. طلع الولد متسمم. يا ابو يا ابي داوود تعطيني اياه. قولي على امي قولي على امي. يا ابي شو بدك اسمعك عم تعطيني اياه؟ مش على الله. الله يرحمه يا بنتي الله يرحمه. ابني ابني مات ابني مات ابني ليش هيك عملتي يا أمي؟ ليش؟ لك شو عملت؟ هلا شفت عمي أبو تحسين راجع من الخستخاني عم يقول له ابني ابني متسمم ومات مات. انتي اللي سممتيه وقتلتيه يا أمي انتي. لك شو عم تخبص حمدي؟ شو عم تخبص؟ بلا شفتك بعيني، شفتك وقت فتحتي قلبي للدواء وتحركيها. ما تخيلت ما تخيلت انه ما عندك قلب. لك هذا ابني يا أمي، لك حفيدك، هات حفيدك. خلاص حمدي خلاص خلاص. لك هذا ابني قتلته، لك انا اللي قتلت ابني، لك انا اللي قتلت ابني انا.